وارقص زي مايكل جاكسون، حرقص الأغاني ميكس يعني. It will be fun إن شاء الله. أنا اسمي بندر بحري من السعودية من جدة، عمري 30 سنة، موظف في شركة خاصة وأرقص مايكل كهواية، أحاول أطورها، أحاول أخلي الناس تتفرج على الفن يعني حق مايكل. عشقي لمايكل جاكسون ابتدى من أيام التسعينات، أيام أشرطة الفيديو، كنا نتفرج الأشرطة وصرت أشوف الفيديوهات حقته وأحاول أطبق الرقصات. Can you show me tricks of Michael Jackson? I have this move. It's a little bit tricky. Okay. حالة الرقص في السعودية أيام أنا كنت مراهق كانت جدا صعبة، تقريبا قبل 10 سنين كانت الناس ما هي متقبلة لسه مايكل كله يعني ما كان متقبل في السعودية، لكن الحين صار في انفتاح، صار في هيئة الترفيه تسوي زي الشوز، وأنا صراحة متحمس إنه أسوي عروض كثيرة مع في السعودية يعني والناس تشوفني. أهلا وسهلا، شو اسمك؟ اسمي بندر جاكسون. بندر جاكسون. أيوة. من وين يا بندر؟ من جدة السعودية. طبعاً أنت بدك تعمل شيء له علاقة ب مايكل جاكسون. برقص زي مايكل جاكسون، حرقص الأغاني ميكس يعني. It will be fun إن شاء الله. يلا خلينا نشوف. Hello. ممتاز.